الدول ما يرتبط بالتنمية المستدامة وأهدافها التي التزمت بها الدول اعتبارا من سبتمبر 2015، وهي إطار عام لتحقيق أولويات التنمية من مكافحة الفقر، أهمية زيادة نوعية التعليم والرعاية الصحية، أبعاد خاصة بالتنمية الاجتماعية لها أبعاد أيضا خاصة بالتطور في الأداء الاقتصادي، أمور مرتبطة بالحوكمة وأيضا بالبيئة وتغيرات المناخ. هذه كلها اعتبارات مهمة كانت موجودة معنا من قبل أزمة كورونا، ولا يجب أن تغيب عنا بسبب هذه الأزمة، لأنه ضخ التمويل المناسب لها ضروري حتى تستعيد الاقتصادات قدرتها على إتاحة فرص العمل وتحقيق مستوى معيشة مناسب، وأهم هدف على الإطلاق في هذه الأهداف الكبيرة للتنمية مكافحة الفقر. الأمر الثاني هو ما يعرف بالتحول الرقمي، يعني حضرتك تابعته، يمكن كان في لقاء منذ حوالي عامين في الولايات المتحدة معك في إطار الاجتماعات الجماعية العامة، تحدثنا عن موضوع التحول الرقمي وتأثيره على الاقتصاد وإتاحة فرص عمل جديدة بالتعامل مع ما تتيحه عملية التحول الرقمي من فرص وتحديات. الموضوعين دول معانا مع كل التحديات الأخرى والفرص الأخرى أيضا التي فرضتها أزمة كورونا. طيب الدكتور، تحقيق التنمية المستدامة كتوجه عالمي، هل ده بيخلق ميزة تنافسية ما بين الدول، ولا بيكون في تعاون ما بين الدول وبعضها البعض عشان تحقيق هذا الهدف على مستوى العالم كله؟ يعني هم يعني هناك افتراض بأن يكون في تعاون دولي للمساندة والمساعدة ما بين الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. للأسف في وقت الأزمة أولويات التعامل معها بتجعل بعض الدول تركز على أوضاعها الداخلية بالتمويل وأيضا بالسياسات المختلفة. دور المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي إنها تدفع عملية التعاون الدولي في هذا الإطار قدر الإمكان، وأيضا الاستئناس ببعض الإجراءات التي تمت بشكل إيجابي والاستفادة منها. يعني مثلا حضرتك انت تابعتي إن في حالة الاتحاد الأوروبي مثلا اتفقوا بعد مفاوضات شديدة في كثافتها على عمل برنامج للتعافي الاقتصادي بإتاحة 750 مليار يورو لمساندة دول الاتحاد الأوروبي. هتجد حضرتك أنه هذا البرنامج يركز على الأهداف قصيرة الأجل للتعامل مع الجائحة وتداعياتها، إلا أنه ربط أيضا هذه الأهداف قصيرة الأجل والعاجلة بالتعافي الجيد، بمعنى الاستثمار أيضا في تغيرات المناخ أو غيره. إلى أي مدى من الممكن أن نستفيد من هذه التجربة العملية مثلا من الاتحاد الأوروبي وأيضا في حالات بعض الدول وتعميمها على مستوى العالم في أبعاد التمويل وإدارة الديون وأيضا مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة عبر الحدود؟ دي نقطة مهمة يعني سوف تشغل أولويات عملنا في الفترة القادمة.